طبعا بحب اشكر طبعا من خلال قناه النادي الاهلي مجلس الاداره ولجنه الكوره على اختيارهم لينا. اتمنى ان شاء الله نكون عند حسن المسؤوليه، هنجتهد ونتعب عشان خاطر الثقه ديت وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي اعتقد ان كل المنظومه دي بتعمل عشان اسعاد جماهير النادي الاهلي. برضه كابتن مصطفى مبارك لك على الهوا في اول اختيار رسمي ليك داخل قطاع الكره وكمدرب لحراس المرمى. الله يبارك فيك يا ابو حميد. طبعا وانا مش غريب طبعا النادي الاهلي ده بيتي طبعا، وطبعا بشكر مجلس الاداره ولجنه الكره على الثقه اللي هم يعني اولونا بيها، وان شاء الله نبقى عند حسن الظن وان شاء الله نعمل على الهدف اللي النادي الاهلي دايما كله احنا واللي قبلينا واللي بعدينا بيعملوا من اجله، ان نحط النادي الاهلي دايما في المكانه الطبيعيه بتاعته ان هو رقم واحد في افريقيا وعلى مستوى مصر وعلى مستوى القاره الافريقيه ان شاء الله. ابدا معاك كابتن سامي امصار. اولا اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي كمدرب ضمن الجهاز الفني، بدايه كان المسؤوليه مع الكابتن محمد يوسف قبل اختيار باتريس كارتيرون وقبل اختيار المدير الفني، بدات الشغل ازاي؟ ثم المرحله الثانيه وكان معسكر في برج العرب في الاسكندريه، استعدتوا ازاي في هذه المرحله وانتم بتستعدوا خلاص لانطلاقه افريقيه في نص سبعه باذن الله؟ طبعا كان شعوري طبعا كنت فخور جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، واحساس جميل جدا ان انت تنتمي للكيان الكبير دوت. فكنت عن نفسي يعني على المستوى الشخصي يعني كنت سعيد جدا يعني، وكنت متخوف جدا لان مسؤوليه كبيره جدا ان انت تتحمل مسؤوليه في فرقه كبيره زي النادي الاهلي وجماهير عظيمه ومجلس اداره حاجه محترمه ولجنه الكوره على اعلى مستوى وناس مستنيه حاجات كتيره جدا من النادي الاهلي، دايما رقم واحد دايما في افريقيا والوطن العربي كله. فكان شعور يعني الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يعني يتكرر بقى ببطولات وان شاء الله وانجازات للنادي الاهلي. يعني كان لنا كان في بدايه الشغل كان كابتن محمد يوسف كان هو المتولي المسؤوليه قبل لسه التعاقد مع الكوتش. اشتغلنا حوالي 8 ايام، كابتن محمد يوسف اشتغل من النواحي الفنيه والكلام ده وانا كنت طبعا بساعده من خلاله. اشتغلنا حاولنا نجهز الفرقه بدنيا وفنيا لحد ما الراجل يجي، لحد ما الراجل بدا يجي وبدا بقى في نظام شغل الراجل بيرتبه واحنا من خلاله طبعا. ويمكن ده من الحاجه اللي يعني الواحد اتعلمها ان كابتن محمد واحنا بنحاول نخلي الراجل يعني اي حاجه هو عاوز نقدر نساعده فيها ومن خلالنا، ونقدر نظام الشغل كل واحد يشتغل من خلال المنطقه اللي هو بيشتغل فيها او الحته اللي هو الراجل مكلفه بيها. فاعتقد ان شاء الله جهاز ان شاء الله يكون متكامل ومتناسق وان شاء الله كل واحد يأدي دوره ونحقق ان شاء الله هدفنا ان شاء الله الاعلى ان شاء الله باذن الله. برضه قبل ما اروح للكابتن مصطفى واختم مع الحوار، لكن كابتن سامي خلال التعامل الحالي مع اللاعبين ومع الكوتش باذن الله كان في معسكر برج العرب في الاسكندريه، قدرتوا يعني تقتربوا بشكل كبير من اللاعبين، شفتوا الحاله البدنيه الحاله الفنيه، تتواصلوا لشكل الفريق في المرحله القادمه، ايضا المعسكر الاوروبي مع الانضمام الدوليين هتبدا الصوره تكتمل بالنسبه لكم. طبعا انت عارف لما بتخش جهاز جديد على الفرقه بيبقى الامور صعبه جدا، لكن هو الراجل عنده الناحيه الانسانيه دي عاليه جدا، بيعمل لعيبه كويس جدا، منظم جدا في شغله، مرتب جدا في شغله، ليه اهداف بيشتغلها في كل مرحله. بنحاول احنا برضو يعني على قد كابتن محمد يوسف ما شاء الله عنده خبرات كبيره جدا جدا، بيساعد الراجل في حاجات كتيره اللي هو يوصل له فكره اسرع عن اللعيبه، يوصل له اسلوب لعب طريقه النادي الاهلي كان بيلعب بيها، الحاجات المميزه للفرقه. فاعتقد الحمد لله احنا خدنا شوط كبير، واعتقد بقى ان الفتره الجايه الاسبوع بتاع كرواتيا والماتشات الوديه يكون اعداد احسن، الراجل يكون شاف الفرقه بشكل افضل، ان شاء الله بصماته تظهر عليها ان شاء الله، نقدر نحقق في الماتشين دولت انسجام كويس وشكل الفرقه بالاسلوب اللي هيقدر يلعب فيه عشان نحقق ان شاء الله بقى الهدف اللي احنا بنسعى عليه من خلال اول ماتشين في افريقيا، وان شاء الله نرجع لينا فرصه كبيره ان شاء الله جدا في دخولنا الدوري السيمي فاينل ان شاء الله، ونحقق ان شاء الله البطوله باذن الله. اول اجتماع مع كارتيرون في غرفه خلع الملابس في اول تعارف للجهاز الفني. طيب كابتن ميدو عايز اسال معاك يا كابتن ميدو، يعني قبل ما سامي يمشي او مصطفى كمال، لان سامي قمصان ومصطفى بيتكلم ان هي مسؤوليه كبيره جدا، اقول لهم ان هم فعلا مسؤوليه كبيره جدا، لكن هم اكيد هم الاكفأ طالما النادي الاهلي اختارهم، اكيد كل الجماهير بتثق في هذا الجهاز ثقه عمياء، واكيد ان شاء الله يبقى عند حسن ظن الجميع باذن الله. طيب هو كابتن ميدو بيوجه لكم تحيه اولا وبيقول لكم يعني هي بتقولوا مسؤوليه كبيره ومسؤوليه مهمه جدا خلال الفتره القادمه، لكن بيقول لكم انتم جديرين بهذه المسؤوليه وعندكم كفاءه كبيره لقياده او التواجد ضمن الجهاز الفني خلال المرحله القادمه. ده كان كلام مهم جدا لكابتن ميدو، وانتم لسه بتبداوا عملكم داخل النادي الاهلي وكوادر جديده فنيه مع النادي الاهلي. ده اشكره طبعا، يعني حاجه مش غريبه عليه ولا اخلاق ولا كابتن ميدو، من الناس المحترمه جدا، كان لاعب كبير واعلامي كبير، ان شاء الله اتمنى له التوفيق ان شاء الله.
طبعا بصبح على ميدو طبعا، وحشني ومشكر جدا ميدو، واحنا كلنا يمكن انت في مكانك في قناه النادي الاهلي واحنا في مكانك في جهاز النادي الاهلي كلنا بنعمل لمصلحه العامه النادي الاهلي المشتركه، واتمنى ان شاء الله التوفيق لينا وليك، وان شاء الله نحط النادي الاهلي زي ما قلت في او مش نحطه، النادي الاهلي طول عمره موجود في المكان اللي تليق بيه، فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان تكون بدايتها ان شاء الله بالفوز على تانشيب ان شاء الله. سؤال اخير كابتن سامي قبل ما اتركك واروح لكابتن مصطفى كمال، السياسات بقى لما قعدتوا مع باتريس كارتيرون في غرفه حمام الملابس البدايات، التعامل ازاي خلال الفتره القادمه، وايضا ايه اهم الحاجات اللي كان كارتيرون بيتكلم فيها معاكم كجهاز معاول ليه للمرحله القادمه؟ هو الراجل بيحب يدي ادوار لكل الناس من خلال العمل، لانه بيقول ان النجاح الفرقه كلها لازم يكون كل الناس مشاركه فيها، ودي حاجه فنيا كويسه ونفسيا كويسه وانسانيا برضو كويس، فكانت حاجه مهمه جدا يعني. الراجل فعلا عنده فكر كويس جدا، كابتن محمد ما شاء الله راجل اشتغل في النادي الاهلي وخد بطوله افريقيا، فكل ده يعني اعتقد ان شاء الله تكون فرصه ان احنا ان شاء الله اللعيبه تستفاد بمديرين فنيين على اعلى مستوى موجودين في الجهاز، وهو راجل ان شاء الله انا يعني واثق ان شاء الله بعد ربنا ان شاء الله يكتب له التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا كابتن سامي. طيب كابتن